مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم مساء الخير. اليوم نتحدث ضمن إطار في إطار حديثنا طيلة هذا الشهر عن شهر نوفمبر، شهر الاستقلال، عن كل ما له علاقة بالوطن والمواطن. في هذا الإطار كان اختيارنا لموضوع هذه الحلقة خاصة، ربما فسنتحدث خلالها عن موضوع الصحفي المختفي والمختطف للأسف إسحاق المختار. سنستضيف لكم الحديث حول هذا الموضوع أعضاء اللجنة الوطنية، عفوا أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة في قضية إسحاق المختار بعد هذا الفاصل. معنا مشاهدينا الكرام للحديث حول موضوع آخر المستجدات في موضوع الصحفي إسحاق المختار الأساتذة الدكتور محمد عبد الرحمن والحرمة والبابانة، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة في قضية إسحاق المختار. معنا أيضا أستاذ محمد عبد الرحمن واللزوين، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين وعضو اللجنة. أهلا بكم. معنا أيضا الأستاذ عزيز الصوفي، ممثل نقابة الصحفيين في اللجنة. أهلا بكم. حديثنا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم أساتذتنا. نبدأ الحديث بالتساؤل عن آخر المستجدات في قضية إسحاق المختار، ماذا لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، شكرا على الاستضافة، وهذه مناسبة لنهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة تخليده لذكرى 55 الاستقلال. عادها الله إن شاء الله على الشعب الموريتاني باليمن والخير والبركة. بالنسبة للسؤال الذي طرحتموه عن آخر مستجدات الزميل إسحاق المختار، فك الله أسره، فخلال هذه الأيام الماضية وما زلنا في نفس السياق، اللجنة تذكر على أنه قد مضى على اختفاء إسحاق المختار عامان كاملان، عامان لم تصل إلى أسرته ولا إلى اللجنة أي معلومة مؤكدة عن سلامته ولا عن حقيقة الجهة التي تختطفه، رغم أن هناك العديد من الكلام ومن المعلومات التي وصلت إلى أسرته ووصلت إلى اللجنة وربما وصلت حتى إلى الدولة الموريتانية، وهي كلها تطمئن على سلامته. يعني نحن المعلومة المؤكدة أو التي يتم الحديث عنها وتتداول لدى الجميع على أن إسحاق على أنه بخير وعلى خير، لكنه لم يحدث أن اتصل بأسرته، وهذا هو المهم، أن له والدة وله أخوات وله أسرة متعلقة به وتتشوق إلى أن تتلقى أخباره، لكنهم على الأسف الأخبار التي يتم تداولها هي على كل حال أخبار نسبية. في إطار تحريك ملف إسحاق تشكلت هذه اللجنة، ما هي طبيعة الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة منذ تشكلها حتى الساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أنا بدورنا نهنئ مؤسسة التلفزيون على مناسبة العيد الوطني، ومن خلالها كافة الشعب الموريتاني بمناسبة ذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني. هي فرصة محل تنويه وتقدير من الشعب الموريتاني كله. ولا بالنسبة لرد عطفا على سؤالك، اللجنة منذ تأسيسها من حوالي أقل من 3 أشهر بعد اختفاء الزميل تشكلت وقامت بسلسلة من الاتصالات بالجهات المعنية من أجل طرح ملف الموضوع ومحاولة توصيله للجهات المعنية، لأن الملف يبقى في آخر المطاف
له شقين. له الشق هو ما يسمى بالدور الذي تقوم به اللجنة، هو دور التعبئة واستحضار الموضوع دائما في أذهان الناس وأذهان الجهات المعنية. والشق الآخر يتعلق بالدولة، لأن الموضوع إسحاق موضوع مختطف من طرف جهة لو تعرف بعد إلى حد الآن، والمسؤول عن هذا النوع من الملفات صارت العادة أن تكون الحكومة، وقد استقبلت اللجنة من طرف مدير ديوان رئيس الجمهورية وطمأنها على أن الملف أن رئيس الجمهورية أنه يهتم به شخصيا، وقد أعطى فيه تعليمات. كذلك كلما التقت أحد الوزراء وآخره الوزير الأول كان معه السيد الرئيس في الأسبوع الماضي في موضوع آخر، لكن كان جزء من النقاش حول قضية إسحاق، والوزير الأول طمأن السيد الرئيس على استمرارية الحكومة الموريتانية بمتابعة هذا الملف. فعلا دور الحكومة لازم أن يكون يبقى دائما سري، لأنه العلاقات مع الدول الحركة وأشبه ذلك وظل غياب معلومات دقيقة. فهم جانب آخر يتعلق ببعض المنظمات، كيف مثلا نحن على مستوى رابط صحفيين موريتانيين خاطبنا الحكومة السورية بشكل رسمي على أساس كاحتياط منا، لعل وعسى أن يكون مثلا في الأماكن اللي الحكومة السورية لها عليها سلطة، أو ممكن أنت. وفعلا جاوبنا جواب رسمي لأنه لا يوجد في الأمكان التي تستطيع الحكومة السورية نهائيا، وإنما أخذوا علما بالموضوع وفي تنسيق بيننا وبين نقيب الصحفيين السوريين وكذلك اللبناني، لأن هي الجهات اللي ونتواصل في هذا الموضوع، لأن الموضوع موضوع حساس وفيه وراءه الكثير من القيل والقال. اللجنة تقوم بدورها، وراجل في الأيام القادمة أعلن تشكل لجنة مشتركة ما بينه وبين قناة سكايب نيوز اللي هي القناة المسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن ملف زميل. ومن هذا المنبر نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية أنه شخصيا يخاطب دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم العلاقات الخاصة بين الرئيسين وبين الشعبين، وبعدين القناة بما أنها موجودة قناة إماراتية، يعني هي معروف أنها شركة مثل إنجليزية إماراتية. المهم أن على الأساس نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية أن يخاطب دولة الإمارات بصورة خاصة من أجل أن هذا الملف تساهم فيه دولة الإمارات كما عهدنا فيها، وتتحرك هذا الملف من أجل أن نشوفه قضية إسحاق آخر المعلومات عنها، ونجد إن شاء الله ما يطمئن طبعاً نحن ما هو سنه، وطبعاً أسرته، وطبعاً الرأي العام، لأنه وإحنا مطمئنين على أنه يدور يرجع إن شاء الله وسائل المساعدة. غادي نختار هم اللي يسرع بقضيته، والقضية ما يقدر يسويها ما هو الدولة. وكيف قلت لكم أن هذا من بار مثلا نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية أن هذا الملف لأنه يندار في الأجندة الدبلوماسية لفخامة رئيس الجمهورية، وكفيل بيه اللي ينيني تنطى فيه تعليمات دور جينيتيشت بشكل إن شاء الله إيجابي. أستاذ عزيز، في طار ما دامت الجهة الخاطفة لم تحدد تتحدد بشكل أوضح، شن هي طبيعة هذه المعلومات اللي وردت اللي تأكد سلامته ما دامت؟ شكرا. بداية هن نفسي وهن كافة أفراد الشعب الموريتاني على مناسبة الذكرى 55 لاستقلالنا الوطني. وجوابا على السؤال أضيف فقط بأن كما أشار الرئيس والأخوة أن هذه اللجنة تضم كافة الطيف الإعلامي الموريتاني الفاعل والنشط، بالإضافة إلى بعض المنظمات المجتمع المدني الحقوقية المهتمة بقضية زميل إسحاق المختار. زد على ذلك أن هذه اللجنة تضم أسرة زميل إسحاق المختار ممثلة فيها، وتواكب الأحداث منذ اختطاف إسحاق قبل سنتين. آخر المعلومات لدينا هي أنه لله الحمد يعيش بسلامة وبصحة جيدة، لكن ما زال يقبع في سجون الجهة. لكن هاي المعلومات كيف وصلت ومن أين وصلت؟
لا أريد التفصيل في هذه المعلومات، ولا أريد أيضا ذكر الجهة التي تختطف إسحاق. نحن كلجنة عندنا المعلومات الكافية بالجهة اللي مختطفته عندها حالا، والحكومة اللي عندها تعرف، وهذه المعلومات عندنا طرق مختلفة نحصل عليها بها، إلا أنها ما مهم ذكرها في التفصيل ذلك. حرصا على سلامة الزميل إسحاق المختار، وهذه اللجنة أيضا البوصلة الأساسية اللي عندها هي سلامة الزميل إسحاق المختار. عادة ما تقوم بسحب بعض الأخبار من الصحف والمواقع اللي تتعلق به، تقوم بسحب بعض البيانات من أحزاب مهمة وشخصيات فاعلة دينية من أجل سلامة الزميل إسحاق المختار. للأسف نشعر بتقصير تام من طرف الحكومة في هذا المجال. سنتين ياسر من الزمن دون أن تيسر أبسط اتصال بينه مع والدته والله مع أهله، دون تجبر تعطانا أفق معين والله نحسه بعن فم جدية حقيقية لتحرير الزميل إسحاق المختار. فم جهود فعلا نقام بها ونحن نذمنها. رئيس الجمهورية استقبل الرئيس والدة إسحاق وبعض أعضاء اللجنة، وهذا الشيء يذكر فيشكر. استقبلهم الوزير الأول، استقبلهم وزراء الاتصال كاملين اللي مروا على منذ هذه السنتين من عند محمد يحيى والحرمون المباني للوزير الحالي، لكن ظلت الجهود باهتة وظلت النتيجة معدومة. في الوقت اللي تم اختطاف واحدين من دول متعددة وراء الزميل إسحاق وتم تحريرهم، وفيهم رعايا دول أجنبية، دول ما ترضى عنها هذه الجهة اللي 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 اللي, اللي مختطفة زميل إسحاق. ما يهمنا أيضا هو أن يفصل إسحاق عن القناة، بمعنى زميل إسحاق ينتمي يعمل في فعلا في سكاي نيوز، لكن نحن ما نريده ونسوقه هو أن يكون إسحاق المواطن الموريتاني، الشعب المسالم، الشعب اللي ما عنده مشكلة ولا تخندق في ذيك المنطقة. إسحاق الشاب الخلوق، إسحاق الإنسان، بعيدا عن إسحاق الذي يعمل لي سكاي نيوز التي ربما تكون لديها أجندة في المنطقة ولا ترضى عنها الجهة المختطفة ولا ترضى عن الدولة التي تحتضنها. إذن عن في الكثير من المعلومات البعض مهم يطلع عليها المشاهد المواطن الموريتاني، والبعض نتحفظ به نحن كلجنة كما قلت لك حرصا على سلامة الزميل إسحاق المختار. ما أود البوحة به هو أن سنتين ياسر من الزمن، ياسر من الزمن على اختطاف شخص لله الحمد مازال حي مازال موجود دون عنا نتقدمه في أخباره. لماذا لا توظف الدولة علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا مع قطر مع سوريا مع مصر مع دول المنطقة للتقدم في هذا الملف؟ حتى الآن بكل أمانة وهذا رأي شخصي ليست لدينا معلومات بأنه هنالك تقدم في هذا المجال، رغم زيارات المتكررة لوفد سكاي نيوز اللي زار هون وتعرفوا عنه، قال عن يلا الأمور ما يخلق عن الشيطة ولا يخلق شيء سوى شنهو حرصان على هذا، عقبتيك الأمور ما تقدمت. ما نبغي توف هاي المداخلة، ما ذمنت دور القنوات كاملين اللي ضامنوا معانا والإذاعات، وأخص بذكر تلفزة القناة الموريتانية اللي حتى الآن رغم مرور سنتين على اختطاف الزميل مازال دايره صورته. هذا الشيء نحن كلجنة نذمنه، واعتقد عن كافة الشعب الموريتاني اللي متعاطف مع هذه القضية يذمنه. طيب استاذ محمد رحمه، انطلاقا من اخر كلام الاستاذ عزيز قال عن دور القنوات ودور الاعلام عموما في الاعلام بقضية الإسحاق والتوعية حوله، فم اصوات نادت بالعكس عن
يقول الحس في أخبار إسحاق وأن ما تنثار القضية حتى باش ما يعوداك فيه إتاحة فرصة للرفع من السقف المطالب عند الجهة اللي تحتفظ بإسحاق. شنو رأيكم أنتم كلجنة وشنو موقفكم من هذه الأصوات كانت؟ شكرا. نحن في اللجنة دائما وكما أشار الإخوة هدفنا وهو خدمة قضية إسحاق، وسلامة إسحاق هي البوصلة اللي توجه عملنا ونشاطنا كما قال النقيب محمد عبد الرحمن. فالقضية عندها عدة أوجه. الجهة الوجه منا اللي يهمنا احنا كإعلاميين يعني نخلو القضية حاضرة في ذهن الرأي العام الموريتاني وفي ذهن المتتبع القضية إسحاق والمختار، أن هذه القضية أن تثار بين الفينة والأخرى على المستوى القنوات التلفزيونية، على مستوى الإذاعات، على مستوى الجرائد، على مستوى الفيسبوك. إذن هذا هو هدف اللجنة الأساسي. احنا فعلا بداية جهون وفد من سكاي نيوز وقال كما أشار الأستاذ عزيز عن يلا لا يقلل الحس حول القضية ربما حتى لا تستغل من طرف البعض يرفع العاد مثلا موجود عن جهة ما تقد عنها ترفع من مستوى لعاد طالبة فيديو ولعاد طالبة بشي أنا ترفع منه. لكن هذا على كل حال وإحنا صنتنا لذا في فترة ما، لكن عقب ظهرنا عن ما هو صحيح رجعنا مولي أنشطتنا اللي نعدله اللي منذ سنتين للآن ما قد توقفت أنشطة إلا لفترات، ونتيجة مولي نراعي رغم أن الناس هنا الرأي العام يلوم اللجنة ويقول أنا ما تتحرك وأنا ما هي معدل شيء، لكن هذا إحنا كامل عملنا اللي يسيره مصلحة إسحاق. عندما وهذا حتى على مستوى هنا مستوى الدولة الموريتانية تشير على أن الكثير من إثارة اللغط والكلام حول القضية عن قد يعود قاع ما في صالحها، لأن إسحاق هو ما هو موجود عند الدولة لا يتم التفاوض معها، هو عند جهة مجهولة. والله بعد على كل حال عادة معروفة أصبحت تقريبا عنها محددة غير من للجهة ما قد علنت عن إسحاق أنه موجود عندها ولا قد طلبت فيديو عنها طالبة فيديو مقابل حرية هذا الشخص، هذا ما قد تخلق. طيب شنو تعليلكم لهذا؟ احنا ما متابعين عن قرب احنا ما الدوله هذا 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 واجب الدوله الموريتانيه المفروض يعود الا ما فما اغراض ماديه ولا فما اغراض استراتيجيه اخرى. يلا تعود انتم بعد كلجنا المتابعه عندكم. احنا الجانب اللي نتابعه هو الجانب الاعلامي هناك، وكما اشار الزميل هذه قضيه الدوله الموريتانيه. هو إسحاق المختار مواطن موريتاني تابع للدولة الموريتانية يحمل الجنسية الموريتانية واعتقل وهو يحمل جواز سفر موريتاني. هذا الجانب يتعلق بالأمن، يتعلق بالاستخبارات، وهذا عمل ويتعلق بالسفارات. وأكد أن آخر لقاء جمعنا كان مع سيد الوزير الأول منذ أسبوع ماضي، أكد خلال هذا الاجتماع بمناسبة وصول عبد العزيز محمد عبد العزيز، وأكد على أن الحكومة الموريتانية أنها متابعة لهذا الموضوع، وعلى أن السفارات الموريتانية الموجودة في المنطقة أيضا على أنها تتابع هذا الموضوع. وهذا الكلام سبق أنه قال لنا من طرف رئيس الجمهورية، وقال لنا من طرف مدير الديوان، وقال لنا من طرف العديد من وزراء الاتصال اللي منذ اعتقال إسحاق وحنا اللجنة على اتصال بهم، وكما قال الأخ عزيز على أن أسرة إسحاق هي عضو فاعل وناشط في هذه اللجنة، وحنا اللي حركنا في اللجنة جميع حركاتها وسكناتها هو مصلحة إسحاق. شي كامل يخدم إسحاق احنا نسير فيه. عندما مولي ينقال لنا والله نرى أن هذا العمل ما هو في صالح قضية أملي نسكن الأمور، لأن إحنا كيف حاطب ليل إحنا ماشيين معنا ماشيين بليدة طريق دي عارفين دي اللي جايسين شنو، إحنا نتلمس من هنا ونتلمس من هنا عسى أن نصل إلى خيط
يقدر يوصلنا إلى إن شاء الله على أن يفك أسر إسحاق. وسبق وهذا قد تذكرته العديد من المرات أن رئيس الجمهورية عندما استقبل والدة إسحاق وأنا كنت معه وشقيقه عبد الله المختار أكد على أن الدولة الموريتانية عنها ما هي لا تبخلشي من أجلنا أن يرجع إسحاق، وعن ما فمشي لين يحدد بعد أن ما فمشي يغلو أن إسحاق أن الدولة الموريتانية مستعدة عنها تبذلوا من أجل أن تستعيد إسحاق. لكن كما قالوا الزملاء أن عامين ملي ياسر ما جبرت عائلته خبر والدته حسب اللي المعلومات اللي ما ترقد الآن يكون بالدول ما تقد الآن والدته ما تقد ترقد يكون اللي تستعمل الدوية كانت ترقد مسبب لها هاجس وياسر حقيقة من الآلام اللي تعاني من أسرته. إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره ويعود يعيد إن شاء الله إلى والدته سالم إن شاء الله. أستاذ الرحمن المستجدات الميدانية والوقائع الميدانية والسياسية في سوريا نعلكم عنها عندها دور في تحريك قضيته ولا عندها دور إيجابي أو سلبي في فيما يخص قضية إسحاق؟ واللي بده نخوض فيه في الموضوع موضوع هذا الموضوع موضوع حساس ولا صار في النشر بالوقت الصحيح غير صار في النشر. المنطقة الأعلى تغلي أكثر من أي وقت آخر لأن جات فيه مستجدات جديدة وراجعنا عن هاي المستجدات عودة صالحة حل هاي المشكلة. عموما أنا بعد شخصيا مطمئن مطمئن نفسيا على قضية الدرجة السوداء يرجع سالم إن شاء الله وبشكل عمق ما نبقى ندخل في تفاصيل بيه للموضوع هذا ما اخترنا الخوض فيه نهائي. مناسب هذا اللي ما يدور في المنطقة الآن في سوريا ومن الأمور اللي تثير قلق أسرته وتثير أيضا قلق اللجنة أن الأوضاع الآن في سوريا هذا الغليان الذي تحدث عنه الزميل اللي ما بغي يخوض فيه لأنه حقيقة اللي نقع ما نبغي نخوض فيه لكنه أيضا من الأمور لأن الأمور تتبدل الآن الأوضاع متبدلة بين دقيقة وأخرى إذا هذا ما يثير أيضا القلق على سلامة إسحاق. لكن هذا الموضوع عنده ارتباط بالنقطة اللي أثارها العزيز اللي فيها الجهود الدبلوماسية والتحرك على مستوى استغلال مثلا العلاقات الطيبة مع تركيا ومع هاي الجهود الدبلوماسية ما لكم عن الأوضاع اللي هي تقدر تشوف عثرة شوي بطريقة نحن ظاهرنا احنا زوزين ذاك لا في طار مصلحة إسحاق ما هو بعد ما هو عن باس لا نعرفه عن سنتين ياسر من الزمن وشفنا رعايا كيف قلت لك بذل فيهم مجهود فرنسيين أتراك وغيرهم وانطلسوا معناها بذلت فيهم دولهم جهود عن طريق قنوات المختلفة شيء دبلوماسي شيء أمني غيره وحنا عرفوا ياك يعود صورة واضحة عن الدولة الموريتانية ما هي هي حكومة الموريتانية ما هي تعتقل إسحاق ولا نقدر نحملهم اللي أكثر من ما تطيق هو تم اختطافه فرد أخرى خارج البلد يا غير مطالبة أخلاقية بقدر ما هي معنية بحماية المواطنين في الداخل حمايتهم أيضا في الخارج مطالبة بذل مزيد من الجهود. هذا إلى جانب اللي قالوا لك الزملاء بعن فماتي مستجدات مولي خطيرة القصف الروسي اللي متواصل وياسر الحرب اللي مشتعلة اللي ما ضروا الخوض فيها فعلا غير مستجد أخر يشعرنا بالقلق على حياته الزميل. لا نرجع أصلا شوية لأكد بعنا فم زوزي أخر هم في الداخل سنتين ما فيه ولا زيارة واحدة صوري ولا زيارة واحدة لأسرة حكومية لأسرة الزميل إسحاق المختار وهذا مول الشيء في الحقيقة مستهجن على الأقل ما العيب عن وزير والله رئيس والله حتى مبعوث يزور أسرة إسحاق المختار
ويطمئنها، وهذا ما يخسر شيء، ويخلق في جهات من الدول، ونحن زين عندنا كلجنة، وأهلي عن الشعب الموريتاني هم اللي متعاطف مع هذه القضية مضبوط. احنا لجنة نشتغل في صعوبة، لنا سنتين حكما اجتماع الألغام. مفتوح في حق الألغام بالفعل. كيف قلت لك، مسيطرين على النشر في هذه القضية حرصا على سلامة الزميل، بعدينها من السياسة، رغم أن لقينا جميع الأطراف موالاة ومعارضة، لقينا زعيم المعارضة السابق أحمد ولدادة، ولقينا هذا اللي حال حسن، ولقينا رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود البلخير، وجبرنا في نفس القضية، وجبرنا رئيس الجمعية الحالي محمد البيدي، وجبرنا رئيس حزب الاتحاد الجمهورية، وجبرنا المعاهد، وجبرنا جميع الأحزاب السياسية موالاة ومعارضة والشخصيات الوطنية، وحرصنا بعنها تعاوننا وتساعدنا في هذا المسجد، وكلها للأمانة عبر عن تعاطفه معنا وعن مع القضية، وعن مولاه يدخر أي جهة بما فيها كيف قالك، وهذا ثمناه مش مهم عندنا، اللي قال رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز لا شيء يغلو بسبيل تحرير الزميل إسحاق المختار، وكررها دائما غير ملي نزمنا سمعوا تصريحات أخرى عن لا جديد في القضية، لا من نسول عنها حد حكومي يقول لك لا جديد في القضية، وهذا لا جديد في القضية هو اللي عندنا احنا متنقلين ونختار عودوا فعلا جديد. فيما يتعلق بالتعاطي الإعلامي مع القضية، تعرف عن كان فيه أسبوع والتضامن مع زميل، وما زالت نشطة متواصلة، لأن احنا ما أننا مستعدين نعدل أي عمل ما هو مسؤول فيما يتعلق بالاعتصامات ولا مسيرات غير مرخصة ولا ذيك الأنشطة اللي يقدر يفهم منها عنها تشابه أنشطة سياسية معينة، غير اللي فوق ذا كان معدل فيه اجتماع حكما يومي في مكتب رئيس اللجنة لأعضاء اللجنة ومثل كافة الطيف الإعلامي، فيها أنشطة وندوات متواصلة، فيه بيانات متواصلة، فيه متابعة حقيقية مستجدات القضية، ونرجو بعنها إن شاء الله تجبر حل سريع، وعننا نحتفلوا بعودة الزميل إسحاق المختار لحضن وطنه وأسرته وسالما غانما إن شاء الله تعالى. عطفا على موضوع الأخبار، لأن أنا بعض خلال قضية ما الشق اللي يتعلق بين ما شرحته حتى قضية السوريين، السوريين يعني اتصلنا بهم قالوا عنه رسميا انه ما دخل عن طريق الاراضي اللي تحت سلطة الحكومة السورية، وعليك الاساس اعلنهم ما عندهم انه اي معلومة، غير بعد ملي بالمقابل اعلنوا يبذلوا اقصى جهد الحصول على اي معلومة عنده عنه، واي معلومة ما اللي حصل عليها انه مستعدين يزودون به، لانه ما انا بعض توضيح ذاك الشق اللي هو عبر عن طريق تركيا، هذيك المنطقه معروفه عنها مثلا هنا خارج سيطره الحكومه السوريه، هذا بعض توضيح الامور من هنا. نرجع ونقول عن قضيه اسحاق، هو الملف الوحيد اللي ما قد سجلته موريتانيا، وملف عليه اجماع اهل موريتانيا كان به القضيه. اولا اسحاق ما رجع سياسه، ما من الصحافه قد تفضل السياسه حسب علمي. نقطة مولي الأخرى، وهو إنسان كإنسان وموضوع إنساني ومدير لا جانب الإنساني، والناس كاملة بتوافق عليه، قد تتقارب مثلا عنده واحدين عندهم حماس مثلا أكثر، وواحدين عنده متفاوتي غير بعدها كامل الشعب الموريتاني كامل مع ذي الملف. ومناسبة عيد الاستقلال نختار عودهم التمس من الأحزاب السياسية، وكيف قال الأخ عزيز لما الحكومة تمشي رسالة مولي اجتماعية في المجال، مثلا يزوروا الأسرة، وحتى الأحزاب السياسية مولي مطلوب منهم يزوروا مولي هم زاد رؤساءهم الأسرة ويرسلوا لهم تضامن،
وهذا هو مبدأ بعد قاع مبدأ نحن كمجتمع مسلم ومبدأ نحن كمجتمع موريتاني. عريق شين قالوا تآزر وتضامن، وهذا هو السنة اللي مطلوب فيها للمسلمين كانوا متوادين مثلهم الإمامين. وراجع لنا تعود نوفمبر هذا العام، موكل نوفمبر عام الأول يعود إن شاء الله يعود أحسن، تعود فيه أكثر في التحام الشعب الموريتاني حول بناء بلده وازدهاره، وعلى قضية إسحاق ولا قضية مولي أي واحد آخر، خاصة الأخ الموجود في غوانتنامو اللي محدد قاع مكانه، وراجع إن شاء الله المولي هو اللي مولي الصلاح، لأنه يفرج إن شاء الله كرب عاجل إن شاء الله ويرجع لأسرته وعائلته. وثمن الجهود اللي قام بها قضية مولي الأخ محمد عبد العزيز، والجهود كذلك الأخ الآخر اللي هو ولي الوالد، وهذا جهود كاملة، جهود بلد من يارته تعود كاملة محل تنويه. لين يعد الشيخ صالح من يارته ينقال، ولو عد الأمور الشيخات يقد حد يقول يقد أمور ما يقولوا اللي ما فهم قاع أراه كل واحد يقد يغار بعد لين يعد الإنجاز يخدم الشعب الموريتاني كافر على الأقل من يارته حد يمتلك من الشجاعة اللي قدر اللي هاي قضايا وطنية، ويجب من العود كاملين ملتفين حوله. وقضية إسحاق راجع لأنها تجبر زخم أكثر منه، ونرجع ونقول علمها حلها من الشقين، حلها اللي شاطر اللي يعدلهم وتوحيد جهودي، والشق الآخر شق دبلوماسي. عندما نقول دبلوماسي معناها عن استخبارات تلقائيا تحصل حاصلين، مثلا ما يحتاج حد يفسره ياسم التفسير، معناها على أنه يطلب جهود دول، والدول هي لم يرات تنسيقها من عن طريق مصالحها هي تعرفهم. وأنا بعد حسب المعلومات اللي عندي الآن فهمت تنسيق، فهمت تقصير فهمت تنسيق غير يقدروا ما توصل للمكان. والله ما تبر الخيط اللي يربط غير بعد ما فهمت تنسيق. أنا شخصيا متأكد من دور الطوق كاملين على اتصال بالحكومة الموريتانية، المعلومات اللي عندي أنا مثلا ما دخلني من شيء، خاصة في ذلك الجانب غير من نتيجة ما هات ما هات ما هات ما هات ما هات نضجت، والله ما هات نضجت، والله ما هات عندهم يختاروا يقولوا بيه لي وش حد من الشيء ما تحكوا فيه، ما يقولوا قابل لي كلام ما هو وراجع إن شاء الله على خير. إذا نعرفهم اللي على المجال تتم لا يتم موضوع لا مطروح في وهاي المناسبة نشكر فعلا مؤسسة التلفزيون على مبادرتها الليلة، ومبادرة قبل هذا من اللي تثبيت صوته هو إسحاق تضامن ذلك اللي قال باطل الأخ عزيز فعلا على اللي يذكر يشكر، وهذا جهد وطني. والناس وحدهم اللي عدل شو صالح لا بيارتو قالوا تو ما يخسرش. نختار شوي بالإضافة قال الرئيس عميد نمتلكوا الشجاعة بعد نقولوا عن سكاي نيوز عنها مقصرة في هذا المجال، وعنها ما بذلت فيه أي دور تختار القضية تموت لكن لن تموت. طيب مشاهدينا الكرام سنعود لهذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل.